هاي الناس نزلوا للمسبح من الصبح، بكرة حول البحر، والشمس اليوم تغيب وتطلع وتغيب وتطلع، يعني مو كلش قوية بعدها. وجماعتي راحوا للثيرابي، موعدهم هسه، واني تريقت وبقيت بالغرفة شوي، بعدين نزلت دا اتمشى. فذولا كلهم متجطلين على اساس بالشمس، يحبون الشمس. فهذا المسبح حلو وصافي، ذاك البحر بعيد شي خطوتين ثلاثة وصلنا البحر. بس أنا ما أريد أروح أسبح ولا لا بالبحر ولا بالمسبح، لأنه عندي موعد مساج. فكل واحد يعني موعده شكل، هاني وجماعتي. ابني راح يروح بعد شوية للثيرابي، تريح الجسم أشياء يعني حلوة وتريح الجسم. وهاي مثلا هذا بالمي الحار هالتاب، شنو بعد أشياء أخرى ما أدري شنو، يعني تريح الجسم مثل لا. وبعدين مساج، ياخذ المساج. بعدهم الناس مو كلش هواي، قليلين من الصبح جايين. الدنيا الصبح سوهم تريقوا، وكو يجيبون الريوق يتريقون على المسبح، أمام المسبح. هروح شوية أقعد لو باللوبي أو ريسبشن، أو أروح للكافتيريا.